فادك على عيني. كمل ويا الحجي يلا تفتح صوره. لا والله صالح دق فينا صار كمان دقيقتين. اه اي والله يلا خير تعبوا. اي والله تعب بس احنا حالنا حالنا. لا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الان مع النجم والقائد في شركه دي اكس ال في العراق. تفضل لنا بكلمه ماذا تنصح لي من لم يتعرف على دي اكس ال؟ والله دي اكس ال فرصه حقيقيه. اليوم اللي شفناه في العراق هو اكبر ناس جت من مختلف المحافظات بعدد تجاوز 1000 شخص. كلهم ناس كانوا طموحين حققوا انجازات يعني مو جايين يعني يلا جانيك كثير منهم جاوا يتكرموا ويفرحوا بانجازاتهم. يعني مثل هكذا عمل كل هذه الناس تتفق عليه يمكن بعض كثير مننا احنا هنا تعارفنا يعني هذه اماكن متباعده. هذا يدلل على شيء واحد ان الفرصه فعلا حقيقيه واسعدت الناس واضافت لهم والا ما كان يعني هذه الناس تجيب هالاندفاعه هذه بهالطريقه. صالح جزاك الله خير الاخ والاستاذ خماس بن سليم جزاك الله خير. تعال بارك الله فيك.